أنا أم المحروس أطالب أن المحروس فورا لأنه مريض. واحتسب عند الله من اللي ضربه واشتكى عليه عند الله. وطالب الإفراج عن نبيل رجب. طالب الإفراج الفوري عن نبيل رجب وعن المحروس. أنا أشتكي عند الله من اللي ضرب ولدي من آل خليفة، اللي ضرب ولدي وقاس على بطنه وعوره وخلاه مريض وجاء نزيف. لكن أقول حسبي الله وكفى ونعم الوكيل واحتسبه عند الله. وهذا نفس الشمر اللي داس صدر الحسين. وطالب بالإفراج الفوري عن المحروس عن نبيل رجب. مشكل صمود لهم، صمود حتى النصر، صمود حتى النصر، صامدون حتى النصر. فيديو